السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. دراجة هوائية إني التائر الخلفي أو الإطار الخلفي أو العجل الخلفي عنده بنشر. طريقة فتح كلش بسيطة. أنا طبعا ذكرت أيام الطفولة الطريقة إنه ترخي هذا. طبعا تحتاج إلى مفك حجم 14 أو أي دراجة هواية حسب الحجم. هاي هنا 14 دا أستخدم 14 المفك. فتفتحها من جهتين، هاي جهة وهاي جهة. لحظة أنا فاتحها. بعد ما تفتحها تتأكد إنه ترخي الزنجير، هذا الزنجير تفتح ترخيه، تتأكد إنه فتح مال البريكات بريك الخلفي، تفتح البريك رخي حتى السكة مالتك تقدر تسحب الإطار. بعد ما ترخي راح تلاحظ وجود هذا رخيته هسه، هذا راح يكون عندك هنا خارج الدراجة أو الهيكل. داخل الهيكل من هالجهة الثانية من الجهة الداخلية راح يكون عندك هذا البرغي الثاني حجم 17. هسه هنا الجهة وخلي بس هذا البرغي، شوف هذا 17 هم ترخي. هذا يكون من الداخل من هالجهة، هذا نيش يكون من الخارج أيضا ترخي. تشرح الزنجير راح تكون من هنا تفلته او تنهي تعشيق مالته تخرجه باي. انا بالحقيقة يعني بايدي ما احتاجت اي شيء بالنسبة الى الدراجة، بايدي تلاحظ هنا خرجت. تشوف هذا هو، تشوف طريقة الفحص، تشوف استخدام مفاق. هذا مفاق موجود نهايته، هاي النهاية مالته ربطته هنا ونفخته. من نفخته بأي جريكان أو أي مستوى مي مرتفع بأي حوض تقدر تفحص دار مداره هو من نفخ. فلاحظت إنه هذا هنا أكو عندي، هنا عندي بنشر. رحت اشتريت هاي رجع الألمانية، أحسن شيء إني يقولون بالسوق الدراجات. هاي راح تجيك عندك هي والسيليكون مالتها. طبعاً هاي هي مع السيليكون. طريقة الربط انه خشنة، تلاحظ اشوف لكم اياها، تخشن الموقع وبعدين تستخدم اللاصق وبعدين تفسخها. هاي خارجي، جهة ثانية داخلية. بالنسبة الى عملية الرقع طبعا تحتاج هاي العدة اللي احتاجه هو فقط واحد. رد عن هاي حتى هذا نفتح عمله. أنا معين المكان أول شيء نجيب بعدها فقط بالأسفل نفتحها من الأسفل. شوف لاحظ فقط بالأسفل سوق الداحة. تعالوا هنا شلنا بي
تنتهي عملية الرفع، ننتظرها 5 دقائق بعدين نرجع نركب وتشوف.